كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. دقيقة حم. صباح النور فاطمة، صباح نحن لك صحة لباس. الحمد لله. صباح النور أمين، والحظ المزين لكم الكل. برشا معطيات تتبدل تفرج الأكثرية الأبراج من الآخر العام، كيف الحمل، الثور، العذراء، الميزان، العقرب والدلو. إن شاء الله يا ربي انطلاقة متميزة ليهم، يحقوا نجاح وأرباح مش متوقع. خمسة وخميس عليك عال العال عنده ديما ديما رجال. كيف الحمل تتحال قدامه ببين مهنية جديدة ويكون حاسم في اتخاذ بعض القرارات اللي ترجع سكة صحيحة. الثور خطوته ثابتة نحو مستقبل أفضل، ويتخطى بعض العقبات على الصعيد العاطفي، يدخل في عالم الحب والرومانسية، يلقى شريك حياته متربع على عرش قلبه العزيز. نتعديه للجوزاء، ونصيحتنا ليك حدد مسار حياتك وابعد على التردد. كانت لوج عن جيح رجع روحك، ميسالش كان ترجع بخطوة التالي، وهكيك ترى الصورة كاملة قدامك. نمشيو للسرطان، فترة مناسبة لإتمام بعض النقاشات، داخل في مرحلة مهمة في حياته الشخصية. مش معنات هذا؟ ولا ما نعرف. دخل في حاجة متعرفش معناتها الصباح ولا قتل. لا عودها عودها أصدقائي ببرج السرطان كيفينا، ترى ركزوا معايا كان فهمتوا انتم. فترة مناسبة لإتمام بعض النقاشات المهمة، داخل في مرحلة مهمة في حياته الشخصية. بالك باش يخطب. نكمل بزي ماذا بيك تكمل ما؟ الأسد نحبك تخمم بعقلانية، توصل معالجة بعض الأمور الاستثنائية. والعذراء محليها هيك التبسيمة اللي رسمتها في وجهك، تحقق أهدافك عييت وانت تستنى فيها. أحداث مبروكة في الأفق، تتلقى أخبار بطريقة مفاجئة، وتحقق أرباح تغير لك مجرى حياتك. نمشي للميزان، يعيش حلمة مزيانة، يتلقى اتصالات ممتازة، وداخل في محطة مهمة في حياته وين تتغير بعض المعطيات لصالحك. والعقرب القلب يدق من جديد، انت عشا معنوية، أبواب الفرحة إن شاء الله يا ربي تتحلوا ارتباط في المستقبل. وعرست لهم كل الصباح، خطبت لهم وكل تهنيت عليهم، تو نرجع نرقدوا. القوس هكا لازم يخمم بإيجابية، وميسالش كان تطرح بعض المواضيع الشخصية اللي مقلقتك شوية مع شريك. الجدي ترجعك الطاقة اللي فيك، تتحسن وضعيتك الصحية وتعيش راحة نفسية، ودلو أرباح كبيرة في طريقها ليك، والظروف مواتيتك باش تتفوق في كامل المجالات. انت الدلو هذا ونختموا مع مليون ظاهر هو الحق مش تتفوق. ونختموا مع الحوت، رد بالك لا تتسرع في اتخاذ بعض القرارات، وخاصه في علاقتك بالشريك. يا بنيتي تريثي ولا تتسرعي. اوكي يعطيك صحة لالا، بركة الله فيك. فاتتكم دقيقة حظ توا، تعودوا تسمعوا على الباج نتاعنا، ولا سينو استنوا الرديف مع التسعة غير بعض.